السلام عليكم. اليوم نروح نشوف المشروع نتاع خط السكك الحديدية الذي يربط مدينة توغورت بمدينة حاسم سعود على امتداد مسافة 150 كيلومتر وبسرعة تصل إلى 220 كيلومتر في الساعة. وهذا الخط هذا فيه عدة محطات، منها للبضائع وكذلك محطات للمسافرين، ومنها محطة توغورت ومحطة حاسم سعود مدينة جديدة، وهذا شيء مهم جدا. ثم محطة حاسم سعود على مستوى القطب البترولي نتاع حاسم سعود. إذا هذه هي هذا هو الخط نتاع نتاع توغورت حاسم سعود، واللي أكيد سوف يساهم في تطوير الحركة الاقتصادية بالمنطقة، ويساعد اليد العاملة خاصة التي تعمل في القطب البترولي واللي تقطن بمنطقة يعني المدينة نتاع حاسم سعود وكذلك المدينة تاع توغورت، سوف يسهل لها التنقل. وللعلم أنه فيه زوج محطات للمدينة القديمة حاسم سعود وكذلك المدينة الجديدة اللي راهي قيد الإنشاء. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.